أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المستوى الحالي للمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة غير كاف لتلبية احتياجات الفلسطينيين في القطاع. جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن في إطار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة. وأوضح شكري على أن الاتصالات التي أجرتها مصر والتنسيق مع إسرائيل لعب دورا أساسيا لضمان عدم استهداف المساعدات عند دخولها إلى غزة. نحن كنا نعاني منذ البداية بسبب غياب القدرة على توفير أحجام أكبر من المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وبسبب هذا فإن الإجراءات التي كانت ضرورية والتنسيق الضروري الذي كان يجب أن يتم القيام به مع إسرائيل وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية والسفير ديفيد سافرفيلد لعب دورا أساسيا لضمان أن هذه المساعدات لا يمكن أن يتم استهدافها عند دخولها وأن يكون هناك تدفق مستمر لهذه المساعدات. ونحن بالطبع نشعر ونرى أن المستوى الحالي من المساعدة المتوفرة في إطار الإجراءات المطبقة غير كافية، ولهذا جامعة الدول العربية وقمة الدول الإسلامية قد قدمت اقتراح لمجلس الأمن خالي من أي بعد سياسي لهذا الصراع، ولكنه يركز فقط على الجانب الإنساني والحاجة لتعزيز حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في غزة، وفي نفس الوقت تقديم الثقة للإسرائيليين فيما يتعلق بعملية تفتيش تلك المساعدة. عملية فحص وتفتيش تلك المساعدات يمكن أن يتم القيام بها من خلال شريك موثوق، وهذا يتيح توفير المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة.